بأنه نحن عندما كنا نحضر دروس السيد الصدر رحمة الله تعالى عليه، السيد الصدر في جملة من الأحيان، بل في كثير من الأحيان، كان له نظر، إذا عندما تأتي قضية تفسيرية كان له نظر إلى تفسير الميزان للسيد الطبطبائي. يعني ما كان يستطيع، كيف أنه الآن في العلم الأصول، في علم الأصول عندنا إذا أردنا أن نتكلم عن نظرية أصولية لا يمكن أن نتجاوز المحقق النائيني، لا يمكن أن نتجاوز المحقق العراقي، لا يمكن أن نتجاوز الشيخ الأنصاري، هؤلاء كبار في علم الأصول. السيد الصدر رحمة الله تعالى عليه أيضا في التفسير إذا كان يريد أن يطرح نظرية لا يتجاوز من؟ السيد الطبطبائي. عندما أقول لا يتجاوز، هذا مو معنى أنه لا يخالفه، لا قد يخالفه، ولكن أولا يطرح نظريات السيد الطبطبائي رحمة الله تعالى عليه، ثم بعد ذلك إما يوافقه وإما يعلق عليه وإما يختلف معه. بل هذه العبارة التي قالها في مجلس الدرس، لا في مجلس خصوصي، في مجلس الدرس قال هذه العبارة: لو كان السيد الطبطبائي في النجف لتتلمذت على يديه. السيد الصدر كان يعتقد في السيد الطبطبائي، خلافا لبعض هؤلاء الناس اللي يتصورون بأنه السيد الصدر لم يكن قريبا من السيد الطبطبائي، لا 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 أبدا، هذه نص عبارته: لو كان السيد الطبطبائي في النجف لتتلمذت. وأرجع وأقول، السيد الصدر هو مو بس عالم، بل من كبار علمائنا في التفسير، هذا مما لا ريب فيه. أريد أن أقول أن السيد الصدر كان يعطي موقعا خاصا في فكره التفسيري لمن؟ لسيد الطباطبائي. خب، هذا التوجيه وإن كان بشكل غير مباشر، نحن في دروس عندما كنا نجد أنه يركز على من؟ على سيد الطباطبائي. نحن من اليوم الأول صار بناءنا أنه نطالع تفسير الميزان لسيد الطباطبائي. أنا طالعته الآن، أقوله للمشاهد الكريم، لا أقل أنا مطالع الميزان من أوله إلى آخره مرتين، والمرة الثالثة بشكل متقطع، وإلا مرتين من الجلد إلى الجلد أنا مطالع ماذا؟ تفسير الميزان. وأول مطالعة لي لتفسير الميزان في النجف عندما كنت أحضر دروس السيد الصدر رحمة الله تعالى عليه. خب، عندما راجعنا الميزان وطالعنا أبحاثه، وجدنا أنه متشابك بشكل دقيق وعميق مع الأبحاث العقدية والفلسفية والعرفانية. هذا أدى بنا إلى ماذا؟ إلى أن نتوجه أنه إذن لا يمكن أن نفهم هذا التفسير كما ينبغي إلا بالوقوف على بعض المباحث وبعض الدروس الفلسفية.